اسمي هيثم واخويا اسمي محمد. احنا معروفين باسم توينز كارتون في المجال. المفروض ان احنا هنا معهد التعاون الاسباني لان احنا بندير ورشه عن في الكوميكس والالستريشن عن جندر ايكواليتي. بنبقى مهتمين بالمشاكل المجتمعيه وبنبقى مهتمين جدا ان احنا نوصف ده من خلال الفن، لان مهتمين ان يكون مثلث الفن موجود مع المجتمع مع المؤسسات بحيث ان احنا نكمل العمليه كلها ونقدر مش نقول نخدم المجتمع على قد ما نقدر نوصف الحاله المجتمعيه الموجوده في الجندر ايكواليتي عن طريق الفن. انا اسمي سهيله خالد، رسامه كتب اطفال وكوميك ارتست. بدات مجال الكوميكس من سنتين. انا سعيده جدا ان انا اجي يعني للورشه من هيثم ومحمد. توبيك الورشه مهم جدا، فهي تجربه حلوه جدا واتمنى ان احنا نطلع اوتكم يكون كويس. انا فريد ناجي، رسام كوميكس، خريج 2012 كليه فنون جميله. انا بحب في شغلي ان انا اوصف الشارع ومشاكل اللي بتحصل فيه ومشاكل المجتمع. يعني في الاول كنت بحب ارسم حاجات سياسيه، بس دلوقتي انا اكتر بحب ارسم حاجات اجتماعيه والمواقف اللي احنا بنحس بيها في الشارع. انا نوع الجندي، ارت دايركتور في شركه سماءات للموشن جرافيكس وللديجيتال ماركتنج. التوبيك بتاع الورك شوب المره دي كمان مهم قوي، فكره المساواه وحقوق المراه دي حاجه طبعا مهمه جدا بالذات في مجتمعنا احنا المصري. فعلى امل ان احنا الورك شوب دي نقدر ان احنا نستمتع فيها مع بعض ونطلع منتج في الاخر يكون مفيد فعلا وممتع للفيور نفسه. انا اسمي محمد الهجراسي، رسام كاريكاتير وكوميكس. احنا بنعمل ورشه هنا في المركز الاسباني عن جندر ايكواليتي. شايف الموضوع مهم جدا احنا نتكلم فيه وان احنا نسلط الضوء عليه، موضوع المساواه بين الجنسين والمضايقات اللي بتشوفها المراه المصريه عامه او المراه في العالم كله يعني. تمام. My name is Agnes and I'm a visual artist originally from Poland, but I've been living in Egypt for 8 years now. I'm mostly interested in the place of women in urban space, how women act and occupy city spaces. I'm really looking forward to this workshop because it really gives me an opportunity to explore a little bit more in depth the topics of equality in Egypt and specifically in terms of urban space.